أحسن الله إليكم، يوم عرفة ماذا أقول من الذكر الوارد في ذلك شيخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من الدعاء ويكثر من هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد في هذا اليوم العظيم. نعم.